بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخي حمدان. نعم يا نهمان، ماذا تريد؟ أنا أتساءل، هل الله عز وجل وملائكته يصلون على أحد؟ وكيف ذلك؟ ها؟ يا إلهي، أنا لا أعرف الإجابة على هذا السؤال. حسناً، سأجد طريقة لأسأل أبي. أحسنت يا نهمان، سؤال ممتاز، لكن دعنا نتسابق حتى البيت، وأينا يصل البيت أولاً يسأل والدي هذا السؤال. حسناً، لنتسابق ولو أني أعرف النتيجة مسبقاً. لقد تعبت كثيراً بحيث أني لم أعد أعرف إن كنت عطشاناً أم جوعاناً. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله منك يا أبي. منا ومنكم إن شاء الله، جزيتم كل خير يا ولدي الحبيبين. أرى في عيونكما سؤال. نعم يا أبي، لدينا سؤال. تفضل يا حمدان، اسأل. سألني أخي نهمان سؤالا ولم أستطع الإجابة عليه. وما هو هذا السؤال؟ بعد سماعنا صوت الأذان سألني نهمان، هل أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على أحد؟ بارك الله فيكما. أما بخصوص سؤالكما، هل إن الله وملائكته يصلون على أحد؟ فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حين سئل عن ذلك فقال: صلاة الله رحمة منه له، وصلاة الملائكة تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي المغيرة قال: سمعت أبا الحسن عليا عليه السلام يقول: من قال في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وذريته، قضى الله له 100 حاجة، 70 في الدنيا و30 في الآخرة.